أم القوين برعاية كريمة وتوجيهات سامية دائما مستمرة من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القوين حفظه الله ورعاه من كل شر وكل مكروه. أيها الإخوة، انطلق شوطنا الثاني، شوطنا الثاني الذي خصص للجعدان الحجايج لمسافة 3 كيلومترات، شوط رئيسي، شوط الخنجر، شوط الخنجر نعم، والسيارة المقدمة من سعادة ناصر بالعوض المنهالي أحد الداعمين الرئيسيين لهذا المهرجان. شكرا يا أبو محمد، نسير إلى المقدمة وأرى أيضا هذا الشعار، الشعار الضيف، شعارنا ضيفنا أيضا العزيز من دولة قطر الشقيقة، هذا هو الناوي، الناوي ناوي أن يأخذ الخنجر والسيارة مع هذا الشعار، شعار أيضا سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع سالم بن عامر بن راشد المدهوشي في المركز الأول، تعنى وأتى للمشاركة أيضا من دولة قطر. فنرحب بالجميع باسم رئيس اللجنة هنا أحمد بن خلفان بشاوي الأغفلي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني وأرى معزب لسمو الشيخ، معزم في المركز الثاني ومعزم تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن غدير الاجتبي. ها هو شعار معالي الشيخ محمد بن بطي أيضا متواجد هنا مع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري أيضا اللي سجل الهدف الأول في الشوط الأول الرئيسي للإبكار مع هملولة. هل سيقوم هملول باكتساب النقطة الثانية من خلال انطلاقة مساء هذا اليوم؟ ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وأرى هنا اللي هو مكلف للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني مع سالم بن مسلم بن كنزول العامري. المركز الخامس أصبح من نصيب الشمالي للشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي عبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري، هو في المركز الخامس. المركز السادس أصبح من نصيب هملول أيضا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، محمد بن سعيد بن بروك الحميري هو المضمر. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، أيها الإخوة. ونعود إلى ضيفنا العزيز، ضيفنا اللي نعتز به، نعتز بهذا الشعار، هذا الشعار شعار الغرفاوي، الشعار الغرفاوي الجميل هنا، ولكن يتجاوز هملول. يا هملول، هملول مع شعار بوسيف معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد غير النتيجة. عينه على الخنجر، يبغيها تمسي في أبوظبي، يبغيها تمسي في المجلس الخاص لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. وسلام يا هذا شعار كسب الرموز والكؤوس من سنوات ماضية، ونحن نغادر هذا أيضا العرقوب، عرقوب بن علوه أيضا أحد الأشياء الجميلة والرمز المتميز هنا في ميدان اللبسة. هملول في المركز الأول، 400 متر طار هملول وطرت وياه هنا بالتعليق، هذا هو هملول، هملول هملول هملول، الخنجر لهملول وهملول الخنجر بالفعل، والزعفران لهملول. تهانينا للمرة الثانية لأبو سيف على التوالي معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز. هذه السلالة الهملولية تثبت وجودها في كل مكان وفي كل زمان. تهانينا أيضا لمحمد بن سعيد بن بروك المركز الثاني. نشوف المركز الثاني اللي هو مكلف للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني. المركز الثالث الناوي للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. المركز الرابع وصل فيه نبراس للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. والمركز الخامس وصل فيه الشمالي لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء.
هكذا كانت النتيجة للخمسة المراكز، وذهبت الخنجر المقدمة من اللجنة العليا المنظمة لهذا المهرجان إلى العاصمة الحبيبة، وغادرت ميدان اللبسة بكل احتفال وبكل مودة وتقدير واحترام مع باقة ورد نهديها لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد حفظه الله. أيضا والتوقيت الزمني 4:22 وسبعة من الأجزاء، تهانينا والناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وتهانينا لسعيد بن محمد بن بروك أو محمد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الثاني وصل فيه مكلف للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم الثاني، حيث أن قطع المسافة 4:28 وثلاثة من الأجزاء، تهانينا والناموس، وأيضا تهانينا لسالم بن مسلم بن قنزول العامري مضمرة اللي يأخذ المركز الثالث. وصل اللي هو الناوي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، حيث أن قطع المسافة في زمن وقدره في 4:28.5 من الأجزاء، تهانينا والناموس لكل الفائزين من خلال هذه الانطلاقات الجميلة. أيها الإخوة متابعينا عبر دبي ريسنج ومتابعينا عبر إذاعة أم القوين صوتا مع الزميل يمع سيف، من خلال أيضا كل الشكر والتقدير للإخوة الذين ساهموا في نجاح هذا المهرجان، كل الشكر والتقدير لهم على دعمهم لتراث الآباء والأجداد هنا في هذا الميدان، ميدان الشعب الذي يجدد لنا ويتجدد اللقاء معهم هنا في هذا الميدان عاما وراء عام. نتمنى بإذن الله التوفيق للجميع من خلال هذه الانطلاقات ومن خلال هذه الدفعات الجميلة المتميزة هنا، وغدا إن شاء الله وبعد غد وبعده بإذن الله سيستمر وستستمر هذه الفرحة العارمة.